الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى صحبه من والاه. نحمد الله ونشكر البطولة الإسبانية حوالي 24 فريق أكرمنا الله ونحمد الله ونشكر وصلنا دول الأربعة اليوم. مجهود الشباب مجهود أبو خالد، مع العلم إن ملعب إسبانيا هذا مستأجرين إحنا بالسنة يعني نلعب فيه على طول. الحمد لله جت البطولة وربي أكرمنا وصلنا اليوم دور الأربعة بإذن الله ربي حالف إنه وصلنا. آخر استعداداتكم لهذه المباراة؟ أنت عارف إن البطولة مضغوطة، لعبنا أمس لعبنا قبل أمس وإذا إن شاء الله ربي أكرمنا نلعب بكرة فمضغوطين، لكن الحمد لله العيال مستعدين وإن شاء الله الحمد لله عندنا أكثر من فريق. ما في شك يعني خلاص يعني إحنا وصلنا دور الأربعة الحمد لله وما بقي إلا يعني نصف النهائي إن شاء الله بإذن الله قادرين إنه نجتاز فريق الرواد بإذن الله ونوصل النهائي. آخر استعداداتكم وما هي الخطة اللي وضعتها لهذه المباراة؟ والله فريق البدور مستعد. أول شيء وإحنا شاركنا في 2 دواري مع في دوري شاركنا فيه في الأسطورة وهذا الدور الثاني، فأجرينا مباريات كثير مباريات ودية غير التمارين الأساسية. الحمد لله فريقنا يعني معروف وجاهز بإذن الله، يعني مرة مستعد استعداد. أول حاجة الكورة من فرصة تنحسب، مباريات اللي زي كذا من فرصة تنحسب. حنا الشوط الأول جاتنا فرص لكن ما استغليناها وجابوا هدف فريق الرواد وقفلوا الملعب وكذا انتهت المباراة. الله يبارك فيك. الحمد لله تحنا المباراة النهائية بجهودات اللاعبين عزام، نتيجة 1-0 تدل على أن اللقاء لم يكن سهلا. نتيجة 1-0 تدل على أن اللقاء لم يكن سهلا لكم. أكيد والله مسهل، ضغطوا علينا أكثر من مرة في هجمات مرتدة، ولكن الحمد لله الحمد لله أن جبنا الفوز هي أهم شيء رغم أن النتيجة ميراضية لنا. السلام عليكم. الله يبارك فيك. الحمد لله لعبنا اليوم قدمنا مستوى نتيجة الحمد لله الفوز. أحمد كيف كانت المباراة؟ يعني صحيح أنك نزلت في شوط المباراة الثاني لكن بالتأكيد تابعت شوط المباراة الأول من دكة البدلاء، ركزتم على نقاط في شوط المباراة الثاني لعبتم عليها وانتصرتم. والله كان في تكتل دفاع من فريق البدر، وصلنا كم مرة في الباب لكن ما الله وفقنا، لكن الحمد لله جبنا هدف الشوط الثاني. شوف يعني الحمد لله احنا لعبنا بتكتيك يعني مفتوح لعب كورة على الأرض. الفريق الخصم يعني كان مقفل شوية في المنطقة الخلفية، حاولنا نوجه بعض اللعيبة على أساس يكون التسديد من خارج المرمى من خارج المنطقة حتى نستطيع يعني إنه نفك الحصار شوية، ولكن الحمد لله استطعنا في الأول وفي الأخير. إحنا ذا المباراة متسيدينها من البداية للنهاية، لكن الله ما كتب في الشوط الأول نسجل، جتنا فرص. الفريق الآخر فريق البدر فريق محترم قدم كورة حلوة صراحة، الشرائع الآن أصبحت منبع للنجوم. فريق البدر فريق يعني قدم مباراة معانا الحمد لله في الأول وفي الأخير استطعنا أن نكسب المباراة في يعني في النصف الآخر الشوط الثاني. أتمنى إن شاء الله إنه نوصل للمباراة النهائية ما نقدم مع يعني من الفريقين اللي أحد الفريقين اللي حيفوز اليوم، وإن شاء الله بإذن الله نقدم شيء طيب لنهاية يليق بالحضور. أهلا وسهلا، الله يعطيكم العافية. على ما قلت ركلات ترجيح اسمها ركلات حظ. الشباب ما شاء الله تبارك الله من بداية البطولة يعني قاعدين يقدمون مستويات جميلة جدا جدا جدا، وإحصائيا من أفضل البطولات اللي لعبناها. أنت شايف ما شاء الله تبارك الله مواليد 17 و16 وأساسيين ما شاء الله تبارك الله، عندي فئات أنا ما أنا قاعد ألعب أي محترف، عيالي هم اللي قاعدين يوصلون لين النهائي أو لين السني فايل قبل النهائي. الحمد لله شوف حتى إحصائيا إحنا مسجلين 19 هدف وفي بابنا هدف واحد، اللهم لك الحمد. حارسنا حائز على افضل حارس، حتى اليوم ضيعنا فرص كثيره ما نقل من الفريق الخصم يستاهل وعلى البركه. مساء الخير. هذه حال الكوره يا رجال، ادينا لكن الامور لم تسير حسب رغبتكم على مدار الشوطين وعلى مدار ركلات الترجيح. كيف كانت المباراه داخل ارضيه الملعب وكيف كنتم انتم كلاعبين على مدار 50 دقيقه شوطين؟ والله ادينا سيطرنا لكن التوفيق بيد الله. ركلات الترجيح ما كانت موسى ركلات الحظ. الحمد لله أحب أشكر الفريقين صراحة على الأداء. أنا شيء أشكر فريقي صراحة والله ما قصروا كافحوا وأدى الواجب اللي عليهم مشكل صراحة، والله ما قصروا. إحنا ما طلبناهم بشيء كثير لكن والله ما قصروا هم. خطاك كانت واثقة من حيث الوصول إلى المباراة الختامية؟ والله الحمد لله، مع أن فترة الإعداد كانت قصيرة شوية ممكن فترة شهر، بس الحمد لله الرجال موجودين وما قصروا. جميل. كابتن رعد نتحدث عن فريق
نجوم البداية مواجهة لم تكن سهلة أمام فريق شباب القبائل، الانتصار بركلات الترجيح. والله ما قصروا كلهم، يعطيهم ألف عافية الفريقين. شبابنا رياجيل ما يحتاج، قد الوعد وجابوها يوم غد مكافأتهم مضاعفة، سواء دحين ولا يوم غد مكافأة مضاعفة. يبشرون شبابنا، والله ما قصر، كلهم ما قصر، فرد لعيب احتياط كذا لاعب مصاب نزل ويلا وغطى، الله يوفقهم كلهم وما قصروا، بيض الله وجهه. الله يعافيكم، واشكر جميع الفرق اللي شاركت هنا معايا 24 فريق، وبارك الفريقين اللي تأهلوا النهائي، فريق نادي الرواد وفريق نادي البداوي، واتمنى لهم التوفيق ان شاء الله بكره في النهائي. اللي بيحضروا سعد الدكتور سعد الخضري، دكتور في جامعة أم القرى، وعدد من المهندسين ورجال الأعمال، نجوم من نادي الوحدة إن شاء الله. جميل جدا، بالتأكيد مشواركم كان شاق، عمل استمر منذ قبل بداية هذا الشهر الفضيل بيوم وصولا إلى هذا اليوم، عمل تنظيم 24 فريق وفي هذا الشهر فترة ضيقة، تحدث عن ضغوطاتكم في هذه البطولة، عملكم في هذه البطولة. يمكن أول مرة ننظم كده على مستوى الشرائع 24 فريق، كنت ننظم قبلها في الرويزن 16 فريق أو 12 فريق، كان ينتهي يوم 11 أو 12 وبالكثير إذا استمرت لنا 16، بس 24 فريق الحمد لله بدأت يمكن قبل رمضان بيوم، يمكن رغم انه في تاجيل 3 ايام، صادفنا نهايات كاس العالم دول 4 اجلت يومين والنهائي، والحمد لله انه كنت ضغط الجدول يمكن 3 مباريات، والدور النهائي يمكن في تعرضت مع فرق كثيره، القبائل نصهم مشاركين في دورات رمضانيه، بس الحمد لله اني وفقت ونقدت الدوري الى بر الامان، لان بكره المباراه الختاميه ان شاء الله.